بعيده مره ثانيه كورنر، وهذه الكورنر بدر مطوع لاعبها على طول وفي المكان بالراس. الله ابراهيم المعلم، والضغط بالفعل، والضغط بالفعل، هدف 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 في الدقيقه 11 لمساعد ندى، مساعد ندى بالفعل، مساعد ندى هدف، هدف في الدقيقة 11، الهدف الأولاني في المباراة. بالفعل كان ضغط 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 مستمر جدا للقادسية على العربي إلى أن فك المسافات، فتح المسافات، فتح اللعب وهز حارس المرمى وهز المدافعين وابتدى بالفعل هذا الضغط. وهذا أمان، أمان وبسده إلى الله، الله الله، وأرسلها بدر المطوع، يتابع كرة بيرسلها داخل المرمى، مسجل مسجل هدف، هدف الحقيقة القادسية، هدف هدف القادسية. شوف الإعادة، شوف الإعادة، حمد أمان تضرب القائم وتعود لبدر المطوع متابعة على طول. دائما هو صاحب البطولات، لعبت و جول اللاعب الاردني هايل بيسجل هدف، هدف هدف العربي، العربي في الدقيقه 87، هايل هايل احمد هايل اللاعب الاردني. 2-1 الان، ممكن يجي هدف للعربي، ممكن ممكن ممكن، معناها تبقى النتيجة تعادل، معناها امتداد للوقت في اللعبة، أم تأتي نتيجة بهدف لحمد أمان لاعبها للسومة. ومطوع مطوع مطوع، المعنى الأكبر، شكرا يا بدر، وشكرا يا بدر مطوع، وبالتالي بدر مطوع، فرص بدر مطوع، هذا اللاعب لا يمكن أن يتعرض إلى إيقاف، لا يمكن أن يتعرض إلى حرمان، وبالتالي اليوم بدر المطوع القادسية يضع اللاعب بدر المطوع بالفعل تضع على قمة الرأس وتأتي بدر المطوع، وبالتالي ينهي المباراة، خلاص خلاص أنهى القادسية. هو طبعا نواف البطيري ونواف الخالدي وصالح الشيخ، ثلاث أيادي طيبة ناعمة كبيرة تحمل كأس سيدي سمو ولي العهد للكأس الغالية، للبطولة الغالية على الجميع، وبالتالي يبقى القادسية بطل لكأس سمو ولي العهد للمرة السابعة، المرة السابعة، وهو النادي الوحيد الذي أخذ الكأس المرة السابعة، يأتي بعد العربي 6 مرات، ويأتي بعد الكويت 5 مرات، ثم يأتي كاظمة والسالمية مرة واحدة. إذن هذه البطولة.